اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. نورنا كابتن ناصر. تحياتي كابتن اسامه، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي النجوم الكبار كابتن محسن صالح وكابتن هاني رمزي والكابتن باز. طاقم التحكيم النهارده حكم ساحه كابتن محمد الحنفي، حكم مساعد اول كابتن احمد توفيق طلب، مساعد ثاني كابتن عمر فتحي، حكم رابع محمود ناصف، حكم فار محمد علاء هاشم، حكم فار مساعد احمد حسام طه. تمام يا كابتن اسامه، انا مش جايب حالات كتيره، انا جايب حاله الهدف عشان بس نشرحها بشكل كويس والناس تعرف ليه الهدف اتلغى او الهدف صحيح او لا. يا كابتن اسامه خلينا بس نتكلم على بروتوكول الفار بيقول ايه يا كابتن. بروتوكول الفار بيقول ان الفار اللي يقعد على الفار حكم سابق يعني ايه، اعتزل خالص، ممكن يقعد على الفار، يعني حكم زيي او زي كابتن هاني او زي حضرتك يقعد على الفار. ليه يقعد على الفار؟ ليه؟ عشان عنده القدره ان هو يصحح للحكم من نتيجه ان هو لعب مباريات كتيره، عنده خبرات كبيره يعني. فحكم الفار النهارده يعني مع احترامي ليه هو قليل الخبره، يعني قليل الخبره، لم يدير اي مباراه حكم صفاره في الدوري الممتاز، ودي نقطه مهمه جدا جدا. باجي مباراه زي ديت النهارده على الاقل عندي حكام عندهم خبرات كبيره، كان يجب حكم الفار يبقى على مستوى الحكم المباراه. تعال نقول الحاله الاولى، اديك مفاجاه يا كابتن في الكابتن محمد علاء هاشم، عشان الحكم يحكم ويكون حكم ساحه لازم يكون عنده رخصه تحكيميه. ماشي. كابتن محمد علاء هاشم لا يملك رخصه تحكيميه انه يحكم في الدوري. ما اختلفتش معاك. وازاي انا ما بلعبش في الدوري وهصحح الحكم؟ ما هي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها يا كابتن اسامه. ازاي انا ما بلعبش رجليا ما نزلتش الملعب، ما رحتش شفت خبراتي وهصحح الحكم في الملعب؟ ما هي دي المشكله اللي عندنا يا كابتن اسامه. انت بتدي رخص على اي اساس؟ المفروض بدي رخصه الحكم، بدي رخصه حكم الملعب وحكم فار يا كابتن هاني. انما ادي حكم رخصه فار بس والراجل ما لعبش ولا مباراه في الملعب، هي دي المشكله. هي دي المشكله عندنا على فكره، مش هو بس، اكتر من الحكم نفس المشكله، لم يديروا اي مباراه في الدوري الممتاز. ودي مشكله كبيره، اتمنى الراجل لجنه الحكام تشوفها. تاني يا كابتن هاني، في حكام ما صفرتش في الدوري الممتاز ولا مره، بتقعد على الفار على اي اساس؟ انا اللي كنت فاهمه ان لازم يكون اولا حكم صفاره كتير علشان يقدر يصحح للحكم الصفاره. هو ده يعني، هو ده ابسط حاجه، هو ده الكلام، هو ده الكلام، ان يكون حكم صاحب خبرات. ما انت النهارده جاي حكم فار ليه؟ علشان يبقى عنده رؤيه يقدر النهارده يصلح ويساعد ويضيف لحكم الساحه. تمام، ايه دي لجنه الحكام بس هنقف عندها ونقول لهم يا جماعه الكلام ده مش هينفع.